الساعي بجعبته قضايا يناقشها بمختلف الزوايا بلطف عبارة وسديد رأي وصدق في الحكاية والروايا وصدق في الحكاية والروايا يحاور فيه مختصا ويعطي جميلات النصائح والوصايا فهيا شاركوا السعي بناء مشاركة الكرام ذوي العطايا مشاركة الكرام ذوي العطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة وحدة متكاملة في جسم المجتمع، إنها التجمع العائلي الأكثر حساسية وتأثراً بما يحيط به وما يجري داخله من تأثيرات متنوعة، فالتخطيط العائلي أحد تلك الموازين والضوابط التي تنتجها الأسرة، فللتخطيط أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع عامة، ويعتبر العنصر الأساسي للنجاح في أي مجال من مجالات الحياة، فكيف به داخل الأسرة؟ هو التخطيط والتنظيم يمضي مع التوجيه حيث الاستنارة، هو التجديد والإبداع دوما، هو الإتقان إذ نجني ثمارة، هو التحفيز للإنجاز يزكي لدى الأفراد روحا مستنارة، هو الأهداف توضع في اتزان وتنشرها المساعي كالمدارة. التخطيط الأسري عنوان لقائنا لهذا اليوم، نسعى لتبيان الطريق فكونوا معنا. الموضوع حقيقة موضوع مهم وجدير بالاهتمام، وأن الإنسان يتحدث فيه ويستمع إلى من يتحدث في هذا الموضوع المهم، وحتى لا نحصر الإخوة المستمعين والمشاهدين في مفهوم قد يصعب عليهم، فنحاول أننا نقول أن أي صورة من صور التخطيط يستطيع الإنسان أنه يعملها أو ينفذها في حياته الأسرية فإن هذا التخطيط هو تخطيط مقبول وتخطيط يصلح أن يبني بيتا ويبني أسرة، بل ويبني مجتمعا ويبني دولا وحضارات. ولعلنا أخي الحبيب نجعل قاعدتين، القاعدة الأولى أن الإنسان يسأل نفسه ماذا يعرف، فإذا سأل نفسه ماذا يعرف في مجال التخطيط فإنه ينطلق منه، فإن كان يعرف مصطلحات التخطيط الاستراتيجي الرؤية والرسالة والأهداف والقيم والبرامج والمؤشرات فإنه يفضل أنه يقوم بهذا المستوى من التخطيط، وإن كان لا يحسن هذا المستوى ويقول أنا لا أحسن إلا أنني في الصباح أكتب قائمة أكتب فيها برامجي أكتب فيها مهامي ثم أنفذها، فإن نقول هذا مستوى مقبول وينبغي أن تعمل في إطاره وفي حدوده. ولهذا من استطاع أن يحدد مستوى معرفته فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينطلق انطلاقة كبيرة. أيضا يجاوب على سؤال مهم، ماذا يستطيع الإنسان أن يتعلم؟ فإذا استطاع أن يحدد ما يعرف يجعله أساسا، وما يستطيع أن يتعلمه ويجعله منطلقا في معرفة التخطيط فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سينطلق انطلاقة كبيرة، سواء كانت مستويات التخطيط صغيرة أو كانت مستويات التخطيط كبيرة. أما الأسرة أخي الحبيب فإننا نقصد بها الأسرة المكونة من الزوج والزوجة، وإن بارك الله سبحانه وتعالى ورزقوا بالذرية فإن الأسرة تتسع، وإذا تخيلنا أن الأسرة اتسعت وأصبح فيها آباء وأبناء وأجداد وأحفاد، بل ربما أن يكون هذا التخطيط يشمل الأسرة كاملة، بل لو شمل القبيلة وشمل يعني المناطق باتفاق القرى والقبائل فإن هذا أمر حسن أن يلفت الانتباه إلى أننا نريد التخطيط في الأسرة الصغيرة كما نريده في الأسرة الكبيرة، وكلما اجتمعت الجهود وتوحدت الطاقات وربطت المفاصل فإن العمل سيكون أكثر نفعا وأكثر إيجابية وأكثر عطاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أهمية التخطيط فالتخطيط يا أخي الحبيب مهم، وكلما تحدثنا عن التخطيط
فإننا نتذكر آيات القرآن والسنة، وهي تحثنا على الإيجابية، تحثنا على الفاعلية، تحثنا على إتقان العمل، تحثنا على إحسان العمل، فنعلم أن التخطيط مهم جدا. وإذا نظرنا إلى ضيق الوقت الذي يعيشه الإنسان، فإن الوقت الذي يعيشه ضيق، لا يكفي أنه يعني يخسر دقائق ويخسر ساعات في أمور جانبية، لأن الوقت ضيق لا يسعفه لتنفيذ أكثر من عمل. فإذا استطاع أن ينفذ عملا وأن يركز على نقطة إيجابية فهو مبدع في مسألة التخطيط. أيضا لو ننظر يعني مع قصر الوقت، أننا ننظر أيضا لمسألة قصر عمر الإنسان، فإن الإنسان لو تأمل في عمره سيجد أنه قصير جدا، لا يستطيع الإنسان أنه يخسر لحظات حياته في تجارب ربما تكون ناجحة أو فاشلة. ولهذا ينبغي أن يستغل كل دقيقة، كل ثانية، كل لحظة من لحظات حياته أن يستغلها في شيء إيجابي ينفع، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالتخطيط. وإذا نظرنا أيضا إلى تزاحم الأولويات، الإنسان عنده موضوع مهم وعنده موضوع أهم وعنده موضوع أشد أهمية، فكيف يستطيع أن يرتب الأهم ويبدأ به ثم الأقل ثم الأقل إن لم يكن عنده مستوى من مستويات التخطيط؟ ولهذا لا بد أن يكون الإنسان منتبها لهذه النقطة، وهي مسألة تحديد الأولويات وأهمية النظر للأمور فيها في موضوع التخطيط. أيضا بارك الله فيك، إذا نظرت سبحان الله إلى أننا لا يمكن يعني تكرار التجارب، مثلا لو أن رجلا أدخل ولده في الصف الأول الابتدائي، فإن الولد هذا لا يمكن أن يعيد دخوله في الصف الأول الابتدائي مرتين، بل ستكون تجربة واحدة، فإذا نجح فيها حقق النجاح، وإن أخطأ فيها فقد يحصل الخسار. هناك إحصائية تقول إن 80% مما نقوم به من العمل المثمر إنما ينتج حقيقة عن 20% من الوقت المصروف، بمعنى أننا إذا أردنا أن ننجز عملا يستغرق 10 دقائق نصرف في إنجازه ساعة كاملة، وذلك نتيجة لسوء التخطيط أو عدمه. إن غياب التخطيط في الأسرة يؤدي إلى عدم وضوح الأهداف والخلط في تحديد الأولويات وفقدان تحديد الوجهة. غياب التخطيط السليم يعني ضعف التقويم والمحاسبة وتطوير المنجزات. إننا بحاجة إلى أن ننتقل من مرحلة عمل ما في الإمكان إلى مرحلة عمل ما يجب أن يكون. في الحقيقة التخطيط الأسري تخطيط يعني يكون تخطيط طيب، تخطيط رائع، له أهداف، له نقاط. لابد لكل شخص أن يطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. مهما كان الإنسان عدل في تصرفاته، في أخلاقه، في تعامله، في بيته، لانتج له الخير. لابد الإنسان أن يكون له مصدر تركيز في تربية أبنائه وفي عدل مع زوجته وفي عدل مع أبنائه وبناته. مهما كان الإنسان يقدم الخير، من قدم الخير قدم لقى الخير، ومن قدم الشر لقى شر. بالنسبة للأسرة هي النواة الأولى في مجتمعنا، فالتخطيط الأسري تخطيط بعيد المدى وتخطيط قصير المدى. فهناك التخطيط اللي هو بعيد المدى، اللي هو منذ الرجل أن يحاول أن يكون الأسرة، ومن ثم تحديد النسل، ومن ثم تحديد المعيشة للأفراد، ثم تحديد السكن وهكذا. فهناك مسؤوليات جمة وكثر في التخطيط الأسري، يحتاج لها العديد من الفقرات التي ممكن نحصر فيها شتات هذه الكلمة. كانت الفوضى تضرب أطنابها في بيت زهرة، وكلما أراد زوجها ورقة بحثت عنها في كل درج ومكتب، وإذا أراد ابنها جواربه جرت إلى الدواليب بحثا عنها، وإذا فكرت باستعمال أداة من أدوات المطبخ سارعت إلى بعثرة ما فيه علها تجد غايتها المنشودة. أضحت زهرة قاتمة الوجه، كثيرة الشكوى، ساخطة كئيبة، فالأعمال تثقلها والمشاكل تلاحقها، والعلاقات السيئة مع الآخرين كانت تزيد كل يوم بسبب تعكر مزاجها.
أرشدتها صاحبتها الناضجة إلى التنظيم وحسن التخطيط داخل أسرتها، وأن تقوم بواجبها دون تسويف، وأن تشرك أبناءها وبناتها في خطتها وفي تنفيذ مهام الأسرة. عملت بالنصيحة فوضعتها موضع التنفيذ، ولم تركن إلى الأمان والأحلام. عادت إلى وجهها البشاشة، وإلى نفسها الحيوية، وإلى حياتها التعامل الهادئ الودود، وأصبحت الأسرة أكثر تعاطفاً وتماسكاً. فالإنجاز الحسن إنما هو نتاج تخطيط حسن وتنفيذ جيد دون استعجال. لذا يحسن وضع أهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. التخطيط اليومي يعطينا رؤية محدودة ليوم واحد، أو لقطة مكبرة مقربة تجعلنا مشغولين بما هو قريب جدا من أعيننا. أما التخطيط الأسبوعي فيقدم لنا المنظور الأوسع والشامل لما نقوم به. فبالتخطيط نحدد الخطوات التي نتوقع أن توصلنا إلى ما نصبو إليه لأنفسنا ولأبنائنا وبناتنا وكل أهل بيتنا في برنامج واضح محدد. فبين تحقيق هذه الغاية العظيمة أهداف وأمنيات، تتنازع المرء وتتجاذبه. وحين يكون المرء عالماً عاقلاً فإنه لن يضيع عمره هملاً يضرب في هذه الحياة بلا هدف أو قصد. ومن هنا كان التخطيط الأسري مهارة لا يجيدها إلا الجادون في حياتهم، الذين آمنوا أن الحياة مرحلة عمل وجهاد، وأن الآخرة مآل وحصاد. علموا أن الأعمار تفنى وما تفنى الأعمال، فجعلوا لأنفسهم رسماً وطريقاً، ولبيوتهم وأسرهم منهجاً وسلوكاً. كل الناس أيها الأخ الكريم يخططون، كل الناس، ونجعلها قاعدة أن كل الناس يخططون. ولو تأملنا في أغلب الناس واستطعنا أننا نسألهم سؤالا، هل أنت الآن في المكان الذي كنت تتمناه قبل 10 سنوات؟ لوجدت أغلب إجابات الناس نعم، أغلب الناس وأكثر الناس إن لم يكن كل الناس هم اليوم في المكان الذي كانوا يتمنونه قبل 10 سنوات. ولعل هذا مصداق لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة وعمره 53 سنة، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، فقد بنى هذه الدولة التي أشرقت في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا الأمر أيها الأخ حصل في 10 سنوات بالضبط. ولهذا تجد أننا نكاد أن نجعل هذا قاعد، أن كل من خطط لأمر غالبا يصل إليه ويحققه في 10 سنوات أو أقل. ولهذا أيضا قاعدة أخرى، أن كل الناس أو أغلب الناس عندهم ضعف في مستويات التخطيط. فالذي يخطط إما أنه يخطط ذهنيا، وهذا أقل من الذي يخطط تخطيطا مكتوبا، أو يخطط تخطيطا مكتوبا وهذا أقل من الذي يجعل عنده رؤية ورسالة وأهداف وقيم ونحو ذلك من مستويات التخطيط، أو التخطيط التنفيذي أو التخطيط التشغيلي أو نحو ذلك. ولهذا نجد أن التخطيط في الأسرة يدخل في هذا المجال الذي هو مجال الضعف في التخطيط، أن أغلب الأسر عندها ضعف في مستوى التخطيط. وهذا يأتي إذا نظرنا إلى ذات الأسرة، فإن صعوبة التخطيط تأتي من أن الأسرة لا تعيش لحظة عمل ثم تنقضي هذه اللحظة وتذهب إلى مكان آخر. الأسرة تعيش في الأكل وتعيش في النوم مع بعض، ويعيشون في السراء والضراء، وتجدهم مع بعضهم باستمرار. وتجد الأب يمارس أحيانا الصدر الحاني لأبنائه، وربما مارس الصوت الذي يعاقب أبنائه. فهذا التناقض وهذه الصعوبة، أنهم يعيشون في مكان واحد، وأن الأب والأم قد يستخدمون الشدة في لحظة واللين في لحظة، هذا يجعل موضوع التخطيط الأسري قد يعتريه بعض الصعوبة. ومع هذا نقول أن
كل إنسان وكل أسرة وكل عائلة وكل قبيلة تستطيع أن تخطط إلا إذا عرض لها عارضان. العارض الأول وعارض القدرة، أن يكون عندهم عجز أو ضعف في القدرة، فإذا كانوا لا يستطيعون، ليس لديهم قدرة، فهم لا يستطيعون أن يخططوا ولا يستطيعون أن ينفذوا ولا يستطيعون أن يقوموا. فلهذا عجز القدرة هذا أو ضعف القدرة هو من أضخم ما يعترض مسألة التخطيط والتنفيذ. أيضا مسألة إذا وجدت القدرة، ومثلا وجدنا أسرة عندها مال، عندها قدرات بشرية مثلا تستطيع أن تخطط ولكن لا تخطط، فلا يمكن أن نعزو هذا إلا إلى مسألة الإرادة. فإننا نجد لا، ليس عندهم إرادة، ليس عندهم يعني رغبة في أنهم ينفذوا الخطط أو ينفذوا برامجهم، ولهذا هذا مما يعترضهم. إذا أراد الأب يعني أن يعرف مستوى تخطيطه ومستوى إنجازه في أسرته، فإنه يريد من أبنائه كما يريد أي مسؤول في أي مكان، أنه يريد من أبنائه إنتاجية، يريد أنهم ينتجون، أنهم يخرج لهم مخرج من جراء هذه الأسرة ومن جراء هذا التخطيط. الإنتاجية هذه عنوانها أو شعارها أو الدال عليها أمران. الأمر الأول هو الحماس، والأمر الثاني هو الإنجاز. فإذا صرخ أو نادى الأب ابنه أن يأتيه بأمر، قال يا لبيك، ثم يبقى مكانه. هو صحيح يا لبيك أمر فيه حماس، لكن لا يتم الأمر إلا إذا وقع معه إنجاز، أنه يا لبيك وقام ونفذ الأمر. فهذا من علامات حسن التخطيط التربوي الذي ينتج إنتاجا تربويا عمليا. أيضا أيها الأخ، يعني إذا أردنا أن نحدد ضوابط للتخطيط، فإن الإنسان يسأل نفسه ماذا نريد، ماذا نريد، وهذا يتحقق برؤية مستقبلية واضحة. ماذا نريد؟ أنا ماذا أريد بعد سنة؟ ماذا أريد بعد 5 سنوات؟ ماذا أريد بعد 10 سنوات؟ أنا ماذا أريد؟ إذا حدد الإنسان ماذا يريد في مستقبل حياته القريب أو البعيد، فإنه يضع لنفسه رؤية واضحة. وإذا عرفت هذه الرؤية أمام الأسرة والأبناء والزوجة ونحو ذلك، فهذا إبداع. أيضا كيف أعمل، ما يعني كيفية العمل، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالتدريب. وما أجمل أن يكون للأسرة مستشار تربوي أو مستشار تخطيط على مستوى مقبول ومعقول يشير عليهم فيما يخططون له. أيضا لا بد من أمر ثالث، وهو الرغبة في العمل. الرغبة في العمل، والرغبة في العمل تأتي من القيم التي يزرعها الأب أو تزرعها الأم أو يزرعها الإخوة الكبار أو يزرعها أبناء القرية وأبناء القبيلة، أن يزرعوها في أبنائهم. فكلما زرعت قيم الإيجابية، قيم الإنتاج، قيم الفاعلية، قيم التعاون، فإن التخطيط بإذن الله سبحانه وتعالى سيتحقق، وستشرق للأسر صغيرها وكبيرها الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى، ويحققون مرضات الله جل وعلا في الآخرة. وفقنا الله وإياكم. التخطيط الأسري هو تنظيم لشؤون الأسرة من خلال وضع أهداف إيمانية وتعليمية وتربوية وكذلك مالية واجتماعية، وتنسيق ما يرغب في تحقيقه. التخطيط مهارة ثمينة، وعندما يتمكن الإنسان من هذه المهارة يمارسها في حياته ويرى فوائدها مباشرة أمامه. يساعد التخطيط الجيد الأسرة على تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها. إذا كان وجود التخطيط يسهل المهمة العائلة في الحياة، فإن غياب التخطيط يؤدي عكس ذلك تماما. ينبغي محاربة الفوضوية وهدر الطاقات والأوقات والأموال، والتي تعرض الأسرة للكثير من المشكلات. تأتي أهمية التخطيط العائلي من ارتباطه بأولويات العائلة وقضاياها المصيرية ومتطلباتها القادمة. ما يميز التخطيط الأسري الناجح هو مشاركة جميع أفراد الأسرة من المرحلة التمهيدية للتخطيط، والعمل بشكل جماعي لتقليص هامش الخطأ أثناء التنفيذ. مشاركة الأبناء في الرأي وتوزيع الأدوار يثري بيئة الحوار داخل الأسرة، ويكسبهم الخبرة ويبعدهم عن الخمول والاتكالية. التخطيط يعيد الأسرة إلى خط الاعتدال، وينظم العلاقة
ويحارب الفوضى ويحقق التوازن داخل الأسرة. عند التخطيط ينبغي تقييم ما تم إنجازه في الأعوام الماضية، ويحدد ما يرغب بتحقيقه في الفترة القادمة، وتحدد الخطوات والموارد اللازمة للتنفيذ، وتوضع آلية للمتابعة وقياس للإنجاز لتحقيق أقصى إشباع لرغبات الأسرة. وأخيراً، وجود التخطيط الأسري في الحياة يسمح للأسرة بأن تتعامل وبتعقل مع المستجدات التي تحدث في نطاق العائلة، فيشعر الإنسان بقدر كبير من الإطمئنان والأمل. نستودعكم الله. يا سعيد السعي بجعبته قضايا يناقشها بمختلف الزوايا، بلطف عبارة وسديد رأي وصدق في الحكاية والروايا، وصدق في الحكاية والروايا، يحاور فيه مختصا ويعطي جميلات النصائح والوصايا. فهيا شاركوا السعي بناء مشاركة الكرام ذوي العطايا، مشاركة الكرام ذوي العطايا.